ملاحظ دايما ان كل الناس بتستنيك الشيخ زكريا، مع انك يعني لابس بدله، ما انتش لابس شيخ ولا حاجه. ايوه، السبب في دي ان نشاتي نشاه ازهريه، وتربيت في الازهر وحفظت القران في الازهر، وبعدين بقيت تلميذ في مدرسه خليل ابا. فلو عشت بقى متربص على طول كنت بقيت زكريا غندي. وحيث اني بقى اتفقت مع ابويا ان انا احفظ القران وابقى من اهل الازهر ومن مقرئين القران، فلبست العلم مده كبيره قوي لحد ما ابتديت الحن في سنه 17. ابتديت الحن وانا بعلم برضه، وقعدت ثلاث سنين. طب وكانت ايه الظروف يعني خلتك تتحول من قران لتلحين؟ والله يا سيدي حتى غريبه جدا لما اقول لك عليها تندهش. كانت واحدة من الممثلات المشهورين جدا بتشتغل عند عالم اختار اول، انا ما اشتغلتش هناك. واحد انا في البروف اشوح بقى وانا لابس الجبة والقفطان، ولا يخلو الامر من ان ايدي تطلع وتنزل. فالممثلة اللطيفة المشهورة دي قاعدة بتشرب فنجان قهوة ولابسة فستان عليه القيمة، وإذا بالكم يروح واخد الفنجال على وشها وعلى صدرها، قامت وزعقت وأنا بقيت في نص ثيابي من الكسوف لفت يمين، ما أنا لابس من هذا اليوم لا الجبة ولا القفطان. دورك وقتها كان مع الفرقة، كنت تقرأ قرآن؟ مع الفرقة لا، كنت بلاحن. طب مين من المطربين غنى أول ألحانك؟ كتير، صالح عبد الحاج ولطيف البنا ومنيره المهديه. لا اول لحن، اول لحن هو ده اول لحن بالذات. مين اللي غناه؟ الجماعه دول هم اللي انا بقول لك عليهم، نعيمه المصريه وفاطمه فجري ومنيره المهديه. الكلام ده كان سنه كام يا ترى؟ سنه 17. كانت طقطوقه معموله ولو انها كلام فارغ بتاعه الشيخ يونس القاضي الله يعطيه بالخير، وكلامها قرش الستاره اللي فرحنا احسن جيرانك تجرحنا. وقعدت الناس طول ما هي بتسمعوا الناس الطيبين يلعنوا ازاي انا لحن كلام فارغ زي ده، اقول لهم الذنب مش ذنب يقولوا مهما كان. طب تفتكر اي لحن من الحانك يعني لفت اسماع الناس اليك، يعني ابتدوا يحسوا بيك كملحن؟ والله هو ده برضه نفس ما هي دي المصيبه يعني. وحتى بيضة فون طلب منا بعدها يجي 50-60 حته، فعملنا انا والاستاذ بديع خيري وناس اخرين من الكلام الفارغ ده لحد الرقابه ما شالت تلتين الحان ديت زي قرش الستاره والحاجات دي. تدفعني اني اسالك يعني عاصرت عهدين من الموسيقى، ايه الفرق اللي انت شايفه في الاغنيه المصريه زمان في الفتره اللي انت عاصرتها 17 و18 والفتره اللي احنا فيها بالنسبه للتاليف مثلا؟ والله على كل حال الادب تقدم، انما لا زال في ناس تكره الادب الجد وما يحبوش الا الادب الشفتش. زي ايه مثلا؟ برضه يعني الكلام اللي فيه الغمز واللمز والعيون السود والخدود الحمر وهشوفك ازاي ونتقابل فين واحسن العاذل تشوفنا وما اعرفش ايه، والحكايه هي يعني من قديم الازل مثلا. يعني انت مش معايا في انه يعني يختلف اختلاف كلي عن وش الستاره اللي فرحنا بس؟ طبعا مش عايز كلام، مش عايز كلام ابدا يعني، لان كان ادب مكتوب ده كان فيه بستة ريال يابا جوزني. الورد جميل والورق عليها دليل من الأشواق. الورد جميل 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 جميل، الورد جميل 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 جميل، الورد جميل جميل، الورد جميل والورق عليها
Thank you.
قول لي يا روح يا روحي يا قول لي يا روح يا روحي من شمّة I'm not afraid.